القاضي رئيس الجامعة التونسية لكرة قدم ومدير الإدارة الوطنية للتحكيم والحكم نضال الطيف ويوجه لهم تهمة تكوين وفاق إجرامي. اتأكد تنفي شنو الصحيح شنو الغلط في هذه النقطة؟ نأكد مش تتصب الحكاية. وسبق لجمعيتي الأولى واللي ننتمي لها جمعية النجم الرياضي الساحلي أن قامت بشكاية مماثلة وما تنجحش. يقولوا جزائيا ما تنجحش تطيح. علاش؟ نسأل أنا. لا تنجم تقوم. تو كلمتك سي صابر قبل المباراة قلت لك أنا مواطن عادي إعلامي نحب نشكي. قلت لي ما تشكيش. شنو صفتك أنت؟ مواطن عادي. أنا مواطن عادي إعلامي كلمتك قبل المباراة قلت لك عندنا ديفي. هذايا حكم جرحنا فيه. والحكم هو قاضي راه والتجريح في المادة القضائية واضح. هذا فما تشكي بينه وبين رئيس الجمعية. فما تشكي ما بيناتهم الزوز. ومش يتكافحوا مع بعضهم وتعينوا اشتقص اشتبتقص يقول لك ما في باليش شكون ما في باليش اللي بتاع الديزين مدي زين ياسون اللولانية مدي زين ياسون اللولانية هكا جرحوا فيهم خرج رئيس الجمعية في خرج في جوهرة وحكيه وقال راهو ما عندنا حتى علاقة بتنحيته من الشركة اللي موجود فيها ما نذكرش الاسم اللي هو احد ممولي هلال شاب وهو علاش نحاه الرجل نحاه لانه كل جمعه هاول برا من اللي تولى في القائمه الدوليه كل جمعه البرة كل جمعه كذا ولات الشابه ورئيس هلال الشابه هو اللي نحاه وقطع له رزقه هذا كلام الزملاء وراه هو باش يدخل الرابطه نتاع الصفاقس هي توا سيدي برا نحاه بشويه برا نحاه رئيس الشاب الامور ثم نقطه مهمه نتاع تكوين وفاق اجرامي اليوم انت وفاق اجرامي فاش يتمثل التعيينات المشبوهه هذه وفاق راه ينجم يكون ما بين زوج من الناس برك راه الوفاق الاجرامي مش معناها تكوين عصابه اورجانيغرام وقائد واللي تحب انت باش تفسروها مبسطه للعباد مش بالقانون الوفاق الاجرامي ينجم يكون ما بين زوج من الناس والهدف شنو هو الوفاق هذا البيت شنو اسقاط الشاب انا قلت لك بدات بالتعيين نتاع مدني مراقب رئيس رابطه مدني احترامنا الاهالي مدنينا واحترامنا ليه اما تعيين مشبوه علاش اموا تجيب واحد من صفاقس من قابس بعيد على تطاوين ومدنين تجيب واحد من قفصه تجيب من القروان باش يراقب المقابل ما تجيبش واحد قريب لتطاوين واضح تعيين مش يكون واحد من ثلاثة وذكرنا الأسامي تاع الأربيتر إذا الوفاق الهدف نتاعه شنو؟ هو إسقاط هلال الشاب عن طريق التعيينات المشبوهة هذه الوفاق بالكش الوفاق ديما الهدف نتاعه سبب معين الوفاق والاتفاق ثابت ما بين الأطراف هذوم والقائد معروف شكون والمنفذين معروفين شكون المنفذ هو رئيس التعيينات ما بين معقفي خاطر فما حتى واحد يعين في تونس كان السيد وديع الجري معناها قضيه الوفاق الاجرامي ثابته واكيده بالنسبه ثابته مش تتقدم هي قضيه مع القضايا اللي موجوده فما قضايا اخرى قضايا ما تخصناش احنا ماناش احنا اللي شكينا فيهم شكون شكي فيهم موجودين هكا الناس كل تعرف اللي فما قضايا موجوده بخصوص قدم ولا تحكي على قدم قدم لا جديد ما نحكيش على جديد نحكي ما يهمني احنا الى الشابه الى الشابه وسبق ان قدمت قضيه من نوع هذا قلت لك قدمتها النجم الرياضي الساحلي اللي كنا نقولوا ان الظلم اللي صار على النجم الرياضي الساحلي يرقى الى الارهاب وما قالها شنو واليوم ولا ما عادش يرقى الى الارهاب قضيه النجم ولينا تحت الارهاب قضيه النجم ومنضوين مع الارهاب قضية ليتوال شنو كان ما قالها سي صابر؟ لا ما تبعتهاش ليتوال وما كملتش. احنا مش نتبعوا ما نخروش. احنا ما نخروش نكملوا. متشكي الجزائي ما يهزناش الى العقوبات الاخرى نتاع الجامعه كل ما هو جزائي هذا بالنسبه لنا احنا وفاق اجرامي الهدف نتاعه اسقاط هلال الشابه والتآمر على الشابه. الهدف نتاع الوفاق ديما التآمر. التآمر على هلال الشابه كما تآمروا على ناس اخرين. وكيفاش بتثبتوه؟ عنا ما يؤيد
ما نقول تونس كامله ترافيه. لا مش تونس كامله، ما قلتوش تونس كامله ترافيه. 13 مليون فاقوا به. لا لا تقول كيفاش تفهم. نرجعوا للكلام السيد، سامحني القاضي اللي بيجي قدامه الوحده تو بيدو راهو راه الظلم قبل ما يوصل للبير. يكفي سي العربي، سي العربي يكفي سي العربي. الالتجاء الى وزاره الرياضه وما قاله الوزير في تصريح رسمي والسماعات اللي عملها العديد من الحكام بخصوص التعيينات واللي قاله السيد الوزير في كونفيرونس دو بريس وقالوا رسميا في الاعلام. يكفي الرجوع للتقرير بتاع التفقد هذاك او تكتشفوا وبرشا ناس اخرى ممكن تتدخل وتدلي بدلوها في الشكايه هذه، لانه سيقع سماع العديد من الحكام، العديد من الناس كل موجود موجود. انا نجيب لك زوز ولا ثلاثه ابدا موجودين ما يحتاجوش احنا، ونعطيك زاد سكوب كما يقول سي صح. احنا موجود زوز حكام اجانب باش يزفروا في الجوله ذي، زوز حكام اجانب صاروا واضح عربي سنقريه واضح. لا نقولوا راهو موجود حتى عند الوزاره الشيء اللي نحكيو فيه احنا، وخاصة على مستوى التحكيم. توا اليوم في وينو يا سي صاحب؟ في كورة. لا يسرح للسيد الوزير وقف غادي. احنا باش نطلبوا عن النفاذ للمعلومة باش نطلبوا التفقد هذاك ونقدموا. هاني قلت لك وشهادة عندي حوار مع السيد الوزير هذا الأسبوع. برشا من الحكام المصعدين اللي أداء الشهادة. اللي تخالج فيك واللي تخالج في الشارع الرياضي وأنا عندي ثقة في السيد الوزير باش يعطينا الحقائق اللازمة. أنا قلت لك جاني مساج من السيد شكري بن حسن. تحية لي. تحية لي. ممكن انت الكفاءات الكبيرة في وزارة الرياضة. لا اني من الناس زاد اللي تعرضوا، سامحني كمل كلامي، اللي تعرضوا لمظالم كبيرة سابقا في عهد الوزيرة بالنيابة سهام العيادي، لكن وقت